عملت بوتوكس او بعد؟ في كتير اشخاص بيتسألوا على اي عمر فينا نعمل بوتوكس. قبل ما نحكي عن اي عمر لازم نعمل بوتوكس لازم نفسركم شو هو البوتوكس. البوتوكس هو توكسن مادة نحقنها بنص العضل بمحلات معينة، نحقنها بالجبين بين العينين حوالي العين وبمناطق معينة بالوجه لحتى نخفف التحرك او ما نخلي العضل يتحرك لحتى نخفف التجعيد. في كتير اشخاص بيخافوا من البوتوكس، بقول لهم ياه انه اكيد هي مادة ما لازم تخافوا منها. اول شغلة لانه البوتوكس بضايم بس 4 أشهر، مع الوقت بيروح، منه بيرمننت يعني ما بنحطه وبيضل الافكت تبعوله لسنين. اذا حبيته بترجعوا بتعيده، اذا ما حبيته بيرجع مثل ما كان. هلا ليش اشخاص افضل انه يبلشوا يعملوا بوتوكس على عمر اصغر؟ الاشخاص اللي بيكون عندهم العضلة بتحرك بطريقة اسرع او بطريقة قوية اكتر، هدول الاشخاص لازم يبلشوا بالبوتوكس على عمر اصغر. ليه؟ لانه كل ما يتحرك العضل كل ما يصير في عنا اللاينز اللي هن التجاعيد اللي بيكونوا مبينين على الجبين بين العينتين او حتى حوالي العينين. اذا بلشوا يبينوا هدول التجاعيد او هدول الزياح بصير اصعب علينا انه نقدر نتخلص منهم اذا عملنا بوتوكس. بصير بهذا الحال لازم نعمل بوتوكس، اوقات لازم نعمل فيلرز معهم، اوقات لازم نعمل كمان ليزر لحتى نقدر نتخلص منهم بطريقه سريعه. هل يا ترى لازم نخاف من البوتوكس؟ اكيد لا، مثل ما حكينا انه ما بتضاين. اذا كنتوا حابين او ولا مره مجربين اكيد بنصحكم تجربوا، لانه البوتوكس بيعطيكم فيري نايس جلو، بيعطي اشراق للبشره، وبنفس الوقت البوتوكس بيعطيكم رياحه وبين وشكم كتير مرتاح. اذا حبيتوا بتعدوها، اذا ما حبيتوا اكيد ما ضروري تعملوها. لهون بنوصل لنهايه حلقتنا، اكيد ما تنسوا تابعونا بحلقات جديده وبمواضيع جديده من دكتور كوستي ستيبس.